شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كان في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبل استقبالا يليق بالأزهر. والشيخ محمد بن زايد بيثني على الأزهر ودور الأزهر وشيخ الأزهر، وعلى أنه الأزهر منارة حقيقية. دي صورة استقبال للعلماء، استقبال من الشيخ محمد بن زايد للدكتور أحمد الطيب، وده يعني أعتقد أن الصورة أبلغ من التعليق. يعني هذه الصورة بتمثل أنه الأزهر هو القبلة الحقيقية والمنارة الحقيقية التي تحتاج دعم، وتحتاج أن احنا نصطف وراء الأزهر حتى يكون الأزهر على يعني رأس المنظمات ورأس الجهات الحاكمة، اللي حاكمة فيما يخص الفكر الديني الوسطي وليس الفكر الشاذ المعوج اللي انتشر في كل مكان.